علقوا له صورته بنص الحارة. انبسطي يا ام سعيد، مات ابنك شهيد. وام سعيد كانت ناطرة قدام الشباك تقول لهم خذوا الصورة ورجعوا لي الولد. انتو شفتوا كيف كان شكله هيك معصب؟ انت عارف كيف كانت حياته هيك مكركب؟ وما في جمل كانت تقدر تحكي عنه. هذا سعيد مات، كلهم كانوا عم بيحكوا بنص الحارة بقلب الحواري، سعيد مات سعيد مات سعيد مات سعيد مات، بس كلهم كانوا عم بيحكوا انه سعيد مات. ام سعيد كانت عم تحكي، عم بتقول لهم هو كان كتير مبسوط راجع، الحارة كانت كئيبة والناس معفنة والناس كلها بتحكي على بعضها وفيش ذكريات جميلة، لكنه هو كان مبسوط، اسم على مسمى اسمه سعيد. ذهب الأمس خاليا محزونا والفتى والفتى الكليم صارنا كتمر معلق على شمس. بس هي كانت فاهمة إنه القصة مش هيك، تركيبة غريبة والناس عجيبة، وأنا مش عارف كيف بدي أنطر قدام الشباك كل يوم سعيد ليرجع. انبسطي يا أم سعيد، علقوا لك صورته لابنك بنص الحارة. أم سعيد ما شفتيش كيف كان لذيذ؟ هو ما كانش مبسوط بالصورة والكهرباء وهيك، شرطان دايما تواعد فيهن ودايما تواعد فيهن، وكأنه نحن الملبكين الوحيدين بهذا العالم، كتير ضيق وكتير بسيط. زاب الأمس خاليا محزونا والفتى الكليم والفتى الكليم صار أنا. ترجع بتعيد هيك أم سعيد نفس القصة ونفس الحكاية ونفس التلاوين. والفتى الكليم